أسعد الله وقت الجميع وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موعد أحوال الطقس إذا إذا لظاهرة هذا الأحد إن شاء الله الأجواء تحسن على تقريبا كل مدن الشمال تحسن على تقريبا كل مدن الشمال دليل امتداد مرتفع جوي بقيمه حوالي 1020 ملي بار على تقريبا كل مدن الشمالية بينما ستظهر بعض السحوب ولكن سحوب بدون فعاليه بالنسبه لاقصى شرق الوطن نفس الشيء بالنسبه للجنوب الجزائري هذه السحوب بدون فعاليه مرتقبه بكل هذه المناطق اثناء الليل ان شاء الله اثناء الليل اجواء نقول صافيه أيضاً على كل المدن الشماليه باستثناء باستثناء اقصى جنوب الجزائريه هنا ستصعد السحب كثيفه قادمه دائما من المناطق الاستوائيه قادمه نحو كل هذه المناطق يعني بذلك نحو برج برجي مختار عين قزام وحتى بطام ربما ستصعد ايضا نحو وسط الصحراء اذا ستتشكل رعود منعزله ليلا بهذه المناطق. دائما ليلى المشاهدين الكرام راح يجوا الطقس بارد نوعا ما فعلا ننتظر مقاييس ما بين 6 درجات و 9 درجات على معظم الولايات الشرقيه يعني بذلك الساحلية وحتى بالمرتفعات تبقى تتراوح ما بين 12 درجه و 15 درجه بالولايات الغربيه وحتى الولايات الوسطى بالجنوب الجزائري حاره ما بين 16 درجه و 19 درجه ستسجل على الخط الرابط ما بين أدرار وعين صالح وستصل الى غير 26 درجه هذا ببرج برجي مختار وحتى بعين قزم للملاحه البحري رياح معتدله ستنشط على طول الشريط الساحلي معتدله تاتينا شرقيه وشماليه شرقيه مع رؤيه نقول رؤيه جيده نوعا ما وفي تموج خفيف على كل حال أعتقد طول الشريط الساحلي يلا نطوي هذه النشره الجويه مشاهدينا الكرام بالمعلومات المعلومات الفلكيه تخص دائما العاصمه وضوحها. الى هنا مشاهدينا الكرام نتي وياكم الى نهايه هذه النشره نشكركم على المتابعه ونقول صحه فطوركم والى اللقاء